الفكرية اللي الآن عندنا منين نابعة؟ نحتاج أن نرى أن النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يعيش، هذا جدا مهم. أنا أظن أن العلماء الذين يطالعون تاريخ النبي، عملهم، أسلوبهم، منهجهم يختلف عن العلماء الذين لا يطالعون تاريخ النبي صلى الله عليه وآله. النبي شلون كان يعيش؟ كيف كان يتعامل مع الشباب؟ عندما كان يشوف شاب، النبي شلون كان يتعامل؟ كان يأخذ نفسه، لو كان يسأله عن أحواله، عن عمله، متزوج أنت أو مو متزوج؟ إذا مو متزوج لماذا مو متزوج؟ إذا قال ما عندي مال يقول تعال لي مثلا عند وقت الجذاب. هذا منهج النبي كيف كان يتعامل مع الشباب. إحنا عقليتنا وذهنيتنا تجاه الشباب، من الذي خلقها؟ الدين أو المجتمع؟ هذا يحتاج، يجب أن نطالع تاريخ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين ونطبق تاريخه. النبي كيف كان يتعامل مع المرأة؟ هذه الذهنية اللي الآن موجودة عندنا تجاه المرأة، هذه ذهنية اجتماعية خلقها المجتمع أو لا؟ ذهنية خلقها الدين. النبي كيف كان يتعامل مع الشباب، مع المرأة، مع الشيوخ، مع الأطفال؟ هذه قضايا مهمة. مثلا من المعالم الثابتة في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله أنه لم ينقطع عن المجتمع أبدا، قضية جديرة بالمطالعة. النبي كان مع المجتمع مع أنه تحول إلى حاكم. إحنا شوية خلت تجيب إيدنا قدرة إمكانية ننقطع عن المجتمع. النبي شلون كان يعيش مع المجتمع؟ إلى اللحظة الأخيرة لم ينقطع عن المجتمع. من المعالم الثابتة كان يصلي صلاة الجماعة كل يوم 3 مرات أو 5 مرات. هذه القضايا، هذه المفردات. لبس النبي صلى الله عليه وآله شنو كان؟ هيئته، طعامه، كلامه، منهجه، نومه، قيامه إلى آخره. أنا ما أقصد التطبيق الحرفي لكل شيء. القاعدة العامة في النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكو بعض الأشياء خرجت بالدليل، ما خرج بالدليل. الوالد رحمه الله في الفقه يقول التاريخ لا يجوز أن نتعامل معه كميت ينقله هواة الآثار من متحف إلى متحف. فدميت يأخذوا ينقلوا من متحف إلى متحف آخر. التاريخ مو ميت، هذا واضح. يعني أفرضوا إذا النبي صلى الله عليه وآله مثلا في حرب من الحروب صف المسلمين صفا واحدا هالشكل، ربما يكون هذا مما خرج بالدليل. الآن في الحروب الحديثة أيضا نصف الجيش صفا واحدا هالشكل كما فعله الشيخ محمد في حرب فلسطين، قال إحنا لازم نصف صفا واحدا هالشكل قدام اليهود.
فاجوا صف واحد وتقدموا فرشوهم جميعا بالرشة، وقضي على الشيخ محمد وجماعته صفا واحدا. في ذلك اليوم كان من نقاط القوة، أما ربما الحروب الحديثة الآن تقتضي نحو آخر. أكو أشياء خرجت بالدليل، هذا واضح، وأكو أشياء هم أهل البيت صلوات الله عليهم أشاروا إلى أنها ليست لكل زمان، يعني قضية خارجية مو قضية حقيقية، هذا مخارج بالدليل. ولكن القاعدة العامة ما قاله القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.